السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة المعلم للصيانة. اليوم فيديونا باش نحكيو على الكربيراتور، كيف يعمل الكربيراتور. باش نحكيو معناه بشكل احترافي، هذايا أول فيديو عربي يتحدث معناه بشكل علمي واحترافي عن الكربيراتور. فيديونا اليوم معناه طويل شوية، لازمك تتبع الفيديو للاخر. علاش؟ على خاطر اذا كان معناها باش تفرج في 4 دقائق و5 دقائق و6 دقائق وتحبس، ننصحك من توا نقولك معناها ما تفرجش، ما تكملش الفيديو، لانه ماكش باش تفهم حتى شيء، ولانه جوهر الموضوع وجوهر الفكره مش باش توصلك يعني جوهر الفكره. لذلك نتابعوا الفيديو للاخر، نكمل الفيديو الكل. بما انه باش نحكيه بشكل احترافي على هذاك، حلقة واحدة ما تكفيش، اش نعملو سلسلة، مجموعة أجزاء، مجموعة حلقات نحكيه فيها مع الكربيراتور. في الحلقة متاع اليوم اش نحكيه على 3 محاور. المحور الأول، ما هو دور الكربيراتور في الدراجة النارية؟ 2، طريقة عمل الكربيراتور. و3، أجزاء الكربيراتور يعني مكونات الكربيراتور. به كانك أول مرة تتفرج فينا، أعمل أبوني لشين يوتيوب وفعل الجرس باش يوصلك الجديد، وما تنساوش اللايك إذا عجبكم الفيديو، وكتبولنا كومنتير إذا عندكم أسئلة أو استفسارات. ما هو دور الكربيراتور في الدراجة النارية؟ تعريف الكربيراتور هو نظام حقن وقود من النوع الميكانيكي. الرول متاعو، الدور متاعو، هو خلط الهواء مع الوقود وضبط نسبة الهواء والوقود طبقا لظروف التشغيل. به احنا نعرفوا للكربيراتور يدخلوا هواء ويسونس يعني وقود، ولكن المصدر متاعهم منين، يعني منين جايين بالضبط. به نبدأ نظام الوقود. نظام الوقود يتكون من يعني الريزيرفوار اللي هو خزان الوقود، الديريتات الكاوتشوات متاع ليسونس معناها اللي ينقلوا الوقود من الريزيرفوار الى الكربيراتور، الانابيب الوقود يعني، البومب مضخة الوقود يعني مضخة الوقود هي التي تضخ الوقود الى يعني الكربيراتور، ويعني مضخة الوقود يعني موجودة في بعض الدراجات فقط، اغلبية الدراجات النارية نلقاو فيهم معناها روبيني سبالة متاع ايسونس. والروبيني زادة تنقسم الى نوعين، فما هناك نوع يعني يدوي تفتح بشكل يدوي كما في السونتروا وبعض الدراجات الاخرى، هناك يعني ايضا تشتغل مع التشغيل، يعني عندما تشغل الدراجة تفتح يعني الروبيني سبالة تتحل وحدها اوتوماتيكي، كما في الفسبات في السكوتيرات. الجزء الاخر هو الكربيراتور، هذا هو نظام الوقود. به كيفاش يبدأ، يعني كيف يبدأ ليسونس الوقود الرحلة متاعه من خزان الوقود حتى يكشل المحرك. به في البداية يبدأ الوقود يعني موجود في الخزان اللي هو الريزيرفوار، يتعدى أول حاجة على البومب متاع ليسونس إذا كان الموتور فيها بومب، إذا كان ما فيهاش معني يتعدى على السبالة الروبيني. بعد ذلك يعني يتعدى في الديريتات في الكاوتشو، ثم تتم يعني عملية خلط الهواء والبنزين في الكربيراتور. بعدك يخلط الوقود الى الكربيراتور، فيعني يختلط بالهواء الداخل من الفلتر، ثم يدخل الهواء الخليط يعني بتاع الهواء والوقود الى المحرك الى الاستوانة ليتم اشعاله في غرفة الاحتراق. به مكونات الكربيراتور، من ماذا تتكون الكربيراتور؟ باش نحكيه طبعا اجزاء الكربيراتور. الكربيراتور تتكون من يعني عدد كبير من الأجزاء والقطع، ولكن يعني كما قلت لكم أنا باش نعملو برشا أجزاء للموضوع هذايا، ولذا وفي حلقة اليوم باش نحكي ومعناها على 3 أجزاء رئيسية في الكربيراتور اللي من دونها يعني الكربيراتور ما تخدمش.
ثلاث أجزاء رئيسية هما: أول حاجة الكيس متاع الفلوتير، نسموه يعني غرفة العوامة. ثاني حاجة الأعصاب، هي اللي تنقل معناها ليسانس والوقود والهواء داخل الكربيراتور. ثالث حاجة هو البيستون كربيراتور أو صمام البواب، اللي معناها يفتح ليسمح للهواء والوقود بالدخول للمحرك طبقا لظروف التشغيل. هذوما معناها الأجزاء الرئيسية للكربيراتور، اللي بدونهم معناها لا يمكن أن تشتغل. هناك أجزاء أخرى سنتحدث عنها يعني في حلقات قادمة. به طريقة عمل الكربيراتور. الكيس متاع الفلوتور أو غرفة العوامة، يعني في البداية عندما يأتي الوقود من الريزرفوار يتم تخزينه في كيس الفلوتور غرفة العوامة. بعد ذلك يدخل إلى غرفة العوامة عن طريق ثقب ضيق. الثقب هذايا معناها فما مسمار يسكروا المسمار هذايا، معناها لاصق في العوامة في الفلوتور نفسها. كيف يتعبى الكيس متاع الفلوتور، يعني الفلوتور تتهز لفوق، الخفافة هذي نسميها الفلوتور، فتغلق يعني كالثقب الصغير اللي داخل في الليسانس. عندما يعني يفرغ الكيس متاع الفلوتور، يعني الفلوتور تهبط لوطة، فيفتح يعني الثقب ذاك ليسمح بمرور الوقود. دور الفلوتور هو يعني ضبط دور العوامة اللي معناها تطلع وتهبط، هو ضبط مستوى الوقود داخل غرفة العوامة. مش معناها ضبط مستوى الوقود داخل غرفة العوامة، مستوى الوقود لازم يكون معناها هو نفسه، يعني ما يبداش مرة يعني زايد مرة ناقص، بس الكربيراتور تخدم معادلة تبداش تزيد وتنقص وحدها. به يعني لازم يكون مستوى الوقود داخل الكيس هذاك غرفة العوامة لازم يكون ثابت، ما كانش معناها الكربيراتور تتخرم وتدخل بعضها. الأعصاب شنو الدور متاعهم؟ الأعصاب هي معناها كالحلاقم الصغار وذوك مست الكربيراتور. كلمة أعصاب جمع يعني عصبة. الأعصاب الدور متاعهم هو يعني نقل الوقود من غرفة العوامة ليتم إلى يعني وسط الكربيراتور، ونقل الهواء من خلف الكربيراتور إلى يعني نفس الشيء، يعني يتم خلط الهواء والوقود. وهذا هو كل عصب عنده دوره، معناه فما العصب متاع السرعات المخفضة متاع الرونتي، فما متاع السرعات العالية، فما العصب متاع السرتير في الكربيراتور اللي فيهم سرتير إلكتريك. يعني عندما يعني متى تشتغل الكربيراتور؟ في شوط السحب للبيستون في الكاتون، البيستون يتحرك من أعلى نقطة إلى أدنى نقطة داخل الاستوانة في السيلندر. الوقت ذاك يعني يسبيري الهواء، سوباب متاع الاسبيراسيون، سوباب متاع الكربير المربوط بالجورج كربيراتور، معناها يتحل. تبدأ الموتور تسبير البيستون، تهبط لوطة تسبير الهواء، معناها الاسبيراسيون هذا هو اللي يشغل الكربيراتور. لأنه الكربيراتور كما قلت لكم يعني في البداية، هي معناها تعريف الكربيراتور هو حاقن وقود يعني ميكانيكي يشتغل وفق يعني آلية ميكانيكية، يعني ما هوش مربوط بالكوران أو بالتيار الكهربائي. كي تسبير الموتور ليسانس الهواء يدخل عن طريق الفلتر بتاع الهواء، يعني صفي الهواء من كل الشوائب والغبار والأتربة وكل شيء. يدخل معناها الهواء وبعديك معناها يتخلط بالليسانس وسط الكربيراتور. بعديك يتعدى الخليط ذاك، معناها الليسانس معناها يبدأ موجود في غرفة العوامة، ينتقل يعني عبر عصب السرعات العالية
وينتقل إلى وسط الكربيراتور يعني يختلط الهواء بالوقود. ولكن يعني السؤال هنا، السؤال هذي معناها يطرحوه البعض، سؤال يعني جوهري، هو سؤال مهم: ما الذي يجبر الوقود كي يصعد من غرفة العوامة إلى وسط الكربيراتور؟ معناها الموتور كي تسبيري، معناها هي تسبيري معناها في الهواء، ليسانس موجود لوطا، معناها ليسانس موجود في غرفة العوامة بعيد معناها على الاسبيراسيون، كي باش تسبيري هي تسبيري من الفلتر. شنو اللي يخلي معناها ليسانس يطلع من غرفة العوامة؟ يعني ما هي آلية اشتغال الكربيراتور؟ يعني شنو الآلية اللي تخلي ليسانس يطلع بكمية محددة من غرفة العوامة إلى يعني وسط الكربيراتور؟ لأنه الإجابة على السؤال هذايا هو يعني المحور الأساسي لحلقتنا اليوم. إذا كان وصلت معانا معناها التويكة، مازلت تتابع فينا وتسمع فينا معناها في الشين يوتيوب، فأنت من المتابعين المتميزين، لأنه أغلب المتابعين معناها ما يفوتوش 3 دقائق في الفيديو. ولذلك يعني إذا كان بقيلة ما عملتش لايك، طويك أعمل لايك باش نجاوب معناها على السؤال الجوهري هذايا، معناها ما الذي يجبر الوقود أن يصعد من غرفة العوامة إلى وسط الكربيراتور ليختلط بالهواء ويدخل إلى غرفة الاحتراق داخل المحرك؟ شنو اللي يجبر الوقود؟ ثم يعني هالصعود هذا يكون بكمية معناها كمية محددة ومعدلة وكل شيء، يعني ما هي الآلية اللي تخلي الوقود معناها يتصرف بالشكل هذا؟ شنو الآلية معناها به الوقود يعني يصعد من غرفة العوامة إلى وسط الكربيراتور عندما يقوم المحرك بشوط السحب؟ ما الذي يعني يدفع الوقود إلى الصعود؟ فما نظرية فيزيائية تحكم العملية هذية، نظرية هذية اسمها نظرية برنولي. تصور معناها تسأل سكليس جاركم ولا ولد حومتكم سكليس، تقولوا نظرية برنولي. أنا مانيش سكليس تراو، أنا معناها جسوي انجينير قاري 10 سنين بعد الباك، برشا عباد تشوفني نصلح وكل شيء يقولوا هذا سكليس. مانيش سكليست، انا معناها جسوي انجينير وقاعد نشوف معناها في برشا دخيلية في المجال هذا، باش نعمل حلقة على الدخيلية وباش نعمل برشا حلقات. بيه خلنا نحكي لكم شنو هو نظرية برنولي. يعني نظرية برنولي عندما يسحب الهواء داخل انبوب، انت عندك معناها كواتشو، لانه الكربيراتور شكلها يشبه الانبوب، معناها عندك معناها انبوب وشيرة فيها المحرك اللي يسبيري في الهواء وشيرة فيها الفلتر. وقت اللي الموتور يسبيري الهواء، نظرية برنولي تقول عندما يتم سحب الهواء داخل أنبوب، هذا يخلق نقطة ضغط مرتفعة في آخر الأنبوب ونقطة ضغط منخفض في يعني في وسط الأنبوب، يعني في وسط الكربيراتور تكون نقطة ضغط منخفض يعني أقل من الضغط الجوي، وفي آخر الأنبوب تكون يعني نقطة ضغط مرتفع أعلى من الضغط الجوي. وقت اللي معناها الموتور البيستون تسبيري ليسانس، تولي معناها فما نقطة ضغط منخفض داخل يعني في وسط الكربيراتور. نظرية برنولي تقول زادة أنه السائل، معناها أي سائل، هو إيسانس ما لهوالة إيسانس ما زيت، أي سائل، السائل ينتقل من أي مكان فيه ضغط مرتفع إلى أي مكان فيه ضغط منخفض. يعني نظرية برنولي هي يعني نظرية التي تعمل وفق يعني الكربيراتور. كما قلت لكم نظرية برنولي تقول أن السائل ينتقل من الضغط العالي إلى الضغط المنخفض، وبما أنه يعني غرفة العوامة نسبة الضغط فيها تعادل الضغط الجوي، ولأنه معناها الموتور كي يسبيري ليسانس هذا يولد نقطة ضغط منخفض في وسط الكربيراتور وين الروح وين البيستون كربيراتور، هذا يؤدي أنه السائل ليسانس يرتفع كما قلت لكم، واللي يعدل نسبة ارتفاع ليسانس هو معناها مستوى ليسانس داخل غرفة العوامة.
وكما حكيت بقيلة الفلوتير الخفافة هي اللي تعدل مستوى الليسانس داخل غرفة العوامة، ونظرية برنولي هي اللي تخلي معناها الليسانس يطلع إلى وسط الكربيراتور باش يتخلط بالهواء ويدخل المحرك. فيديونا اليوم سيء، غدوة نتقابلوا في فيديو جديد. إلى اللقاء، تنساوش ابوني ولايك.